السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم ماسك القهوة للبشرة. انا كنت عملته معاكم للايد، بس النهاردة هعمل معاكم الماسك ده للبشرة، بشرة الوش. ايه هي اهميته؟ اهمية الماسك ده في ان القهوة اولا هي مغذية للبشرة جدا، وبترطبها وبتنقيها جدا. يعني ازاي بتنقيها؟ لو في اثر بقع، اثر حبايه، بتروح بعد بالماسك ده الاستمرار عليه بتعمل كده. ومن هنا بيقولوا ان القهوه بتبيض. هي مش بتبيض، هي بتفتح وشك. لما بيكون في بقعه وتروح بتلاقي وشك منور، لكن ساعات يبقى في بقعه، في اثر حبايه، في البشره مقشره، كل ده بيخلي البشره شكلها مطفي ووحش. القهوه بقى بتيجي بتعالج كل الكلام ده. دي حاجه من القهوه بتعملها، بترطب البشره حلوه قوي، مرطبه للبشره، بتخلي بتساعد على انتاج الكولاجين والالاستين في البشره، فبتحافظ على شباب البشره. ساعات بيجي خطوط في البشره بعد سن معين، هي بتحافظ على البشره اطول فتره ممكنه، ان هي تحتفظ بالمرونه بتاعتها والكولاجين، افراز الكولاجين الطبيعي في البشره. خلاص. طيب ساعات بقى نبقى مش نايمين كويس، بشرتنا فيها اجهاد، منفخه شويه من قله النوم. طيب جربوا بقى ماسك القهوه في الموضوع ده، بيخلي البشره، معرفش بيعمل سحر في البشره، بيمتص الانتفاخات اللي في البشره دي، فبيخليها مرنه كده وناعمه وشكلها جميل جدا. بالاضافه ان هو بتنور البشره زي ما قلت لكم، جميل جدا. بس في حاجه، مش تستخدميها مره وتوقفي وتقولي لا ما عملتش حاجه، لا استخدميها، استخدميها على الاقل مره اسبوعيا. هو المفروض مرتين اسبوعيا، لكن انت استخدميها مره اسبوعيا على طول. يعني خليه ده سيستم يعني روتين ليكي لبشرتك، تهتمي ببشرتك، تعملي لها ماسكات كده. من ضمن الماسكات اللي في روتين بشرتك لازم تدخليه اللي هو ماسك القهوه ده، مهم جدا. ماسك القهوه ده كمان بينفع جدا للسيلولايت والستريتش ماركس، اللي هي اللي بتبقى في الجسم، يعني بيبقى فيه سيلولايت او ستريتش ماركس، بتنفع جدا كماسكات للجسم برضو، بتفيد برضو في الموضوع ده، حلوة جدا. هي مفيدة للبشرة بصفة عامة. القهوة دي فيها فوائد كتير جدا جدا للبشرة، لازم تجربي عشان تكتشفي الفوائد دي بنفسك. القهوة دي النهاردة الماسك بتاعنا بسيط جدا، هينفع لجميع انواع البشرة، نتيجته ساحرة، هينور بشرتك لو في اثر بقع او حاجه. خلي بالكوا، انا ساعات وشي يبقى مبقع، مش معنى ان بشرتي فاتحه ما بيجيليش بقع ولا لا، لو في حبايه وراحت، لو في اثر التهاب، هي كمان بتضيع اثار الالتهابات اللي في البشره. ساعات بيحصل التهابات في كتير، يحصل التهابات في البشره، فتلاقي في البشره كده مبقعه من هنا، هي بتضيع الكلام ده. حتى البشره الفاتحه بيجي فيها بقع، تلاقي فيه بقعه غامقه في البشره، هي بتضيع الكلام ده. حلوة جدا جدا، استخدموها وجربوها، جميلة كسكراب وفي نفس الوقت كماسك، يعني الاتنين في واحد، سكراب وماسك في نفس الوقت، بتنور البشرة، بتضيع اثر اي حاجة غامقة في بشرتك. يلا نعمل الماسك مع بعض. الماسك ده بيتحط تلت ساعة. خلاص. ايه هو؟ لجميع انواع البشرة، بشرة جافة، بشرة دهنية، بشرة مختلطة، هتستخدم الماسك ده. بصي بقى، هنحط اول حاجة معلقة بن. خلاص. وهنحط عليه، بصوا بقى، في ميه ورد وفي لبن، معلقه ومعلقه. انا هنا حطيت معلقه بن اهو، هحط عليه شويه لبن. انا مش عايزه دي تبقى عجينه لينه قوي، اللي انا عايزاها تبقى زي الكريم كده، فهحط على البن شويه لبن. قبل اي حاجه لازم تكوني عامله حمام بخار لبشرتك عشان المسام تكون مفتحه ويكون بشرتك مهيئه لاستقبال الماسك. حطيت شويه لبن، هحط شويه ميه ورد، وهحط شويه عسل، شويات كده، نص معلقه من كل حاجه على معلقه بن. يبقى انا حطيت هنا معلقه لبن، معلقه ميه ورد، حوالي نص معلقه عسل او معلقه صغيره عسل، مع معلقه بن كبيره. لو عايزه تضيفي سكر
ضيفي او الليمون، ممكن تزودي ليمون، بس لو بشرتك حساسه هيبقى الماسك ده حامي على بشرتك، هيعمل لك التهابات. احنا عايزين الماسك ده يهدي الالتهابات، يضيع لو في مشاكل كده في البشره، تهيج في البشره من اثار الجو، التقلبات الجويه. احنا عايزين نهدي البشره، ما نعمل لهاش حاجات مثيره ليها، يعني مش عايزين بقى ليمون وكده. لكن انت لو بشرتك مش هتتحسس من الليمون ومش هتعمل فيها مشاكل، حطي نص ليمونه اهو، معلقه بن عليها، معلقه لبن عليها، معلقه ميه ورد ومعلقه عسل، هقلبهم كده اهو. بصوا انا عايزه القوام يكون كده، بصوا مش عايزه اخف من كده ومش عايزه اتقل من كده. طبعا اي ماسك هنحطه على بشرتنا لازم ما نحطش تحت عينينا، تحت العين لا خالص، لكن ممكن تحطي حوالين عينك في الحته اللي الجناب دي. فهعمل دلوقتي معاكم الماسك ده، هحطه بس هحط كده فوطه عشان ما اتبهدلش. ماي هاتي فوطه، هحط مناديل حتى عشان ما اتبهدلش، وهنشوف النتيجه ان شاء الله. وبعدين انا هحطه لما اجي همسحه هوريكم هعمل ايه، بس هحط نص كده وارجع لكم. دلوقتي بقى خلاص انا ظبطت كل حاجه عشان ما يقعش عليا، حطيت الفوطه اهو على حجري، بس لازم طبعا اقوم اكمله جوه عشان انا هعمل رقبتي كمان، لازم الرقبه مع الوش، ما تعمليش وشك بس. بصوا بقى طبعا هي شكلي هيبقى دلوقتي، الولاد هيخافوا مني لان هيبقى شكلي دلوقتي ملخبط. الماسك ده والله هايل، لو جربتيه مره وشفتي نتيجته مش هتبطلي تعمليه. انا ببص في الكاميرا هنا عشان احط الماسك. كمان الماسك ده بيعمل سكراب رائع. انا هحط على بقي كمان عشان هيعمل سكراب للشفايف كمان. انا كنت مرطبه شفايفي الاول برضو، وبعمل لها بقى سكراب وهرجع ارطبها تاني ان شاء الله. الماسكات دي بتبقى حلوه قوي، بتنفع البشره جدا جدا. يعني لو في بقى زي ما اقولك اثر حبايه، انتفاخات في البشره، بشرتك مضايقاك لاي سبب، يعني اي حاجه، قشور، جفاف، حتى لو جسمك سيلولايت في جسمك، ستريتش ماركس مكان ما الحمل وولاده او تمدد في الجلد كده، بترطب البشره جدا. خطوط بعد سن معين بيحصل خطوط في البشره، هتفيدك برده لان هي بتساعد على افراز الكولاجين والاليستين، بتلاقي بشرتك مرنه، بتفرق جامد جدا. انا بحب اول ماسك ده اهو. انا بقى دلوقتي هدخل بس جوه هكمل بقى رقبتي، بس لو عملت رقبتي هنا هبهدل الدنيا بقى خالص، فهسيبه بقى تلت ساعه. بصوا انا عملت وما جيتش ناحيه عيني، ما عملتش ناحيه عيني، ممكن انزل على حواجبي كده على فكره. عارفين هنزل على حواجبي ليه؟ علشان ساعات بيبقى الحواجب فيها قشور، هو هيعمل لها سكراب حلو قوي. على فكره ممكن تزودوا عليه زيت لو عايزين، بس انا مش حاطه زيت عشان لو حد بشرته دهنيه شويه مع الزيت اللي هيتحط هنا ممكن تضايقه. لكن لو زيت لوز عادي، زيت لوز حلو او زيت زيتون حطي ممكن. لكن هو الماسك اللي انا عملته ده باللبن وميه الورد وشويه عسل والبن، ان شاء الله هتلاقي النتيجه منه جميله جدا. وبصي انزلي على حواجبك كده دوائر بقى، احنا بقى نطلع كده دوائر، هتلاقي بس وشك بعد كده طبعا لما تغسليه هيبقى محمر بقى شويه، هيحمر بس مش مشكله هيروح يعني، ما تقلقيش يعني. هو بس الحمار ده هيحصل نتيجه ان احنا بنقعد نعمل سكراب وحركات دائريه كده. وحواجبك بصي حواجبك برضو اقعدي اعملي فيها حركات دائريه كده، والحته اللي في الوسط دي اي حتت ممكن يكون فيها قشور اعملي فيها حركات دائريه. وانا هغير بس المنديل ده، احط منديل تاني. خلاص انا بقى هسيبه دلوقتي تلت ساعه
بس هكمل بقى رقبتي جوه وهستنى تلت ساعة بالظبط وهشطفه وارجع لكم ان شاء الله. يلا خليكم بقى معايا. اهو انا خلاص دلوقتي غسلت وشي، انا سبتها سبت الماسك ده تلت ساعه بالظبط على وشي لغايه ما نشف خالص وفركته كده حركات دائريه كده فرك كده. معلش مناخيري طبعا احمرت من السكراب، فمناخيري دلوقتي محمره، الحمار ده هيروح كمان شويه مفيش مشكله فالمهم انا فركت كده وشي كويس جدا في علشان اعمل له كمان سكراب، نقطة مية وتبلي وتفركي كده، تقعدي كده تعملي حركات دائرية كده في وشك، وبعدين بتشطفي وشك بمية ببقى فاتر بس. خلاص طيب، بما ان احنا بقى كنا عملنا، كنت انا عملت قبل قبل الماسك عملت حمام بخار عشان افتح المسام عشان الماسك استفيد وشي يستفيد منه. طيب يبقى لازم نقفل المسام دلوقتي. احلى تونر، اذا انا لسه حاطه بني دلوقتي بقى خلاص. بصوا والله ممتاز جدا اهو، طبعا يبقى في بقى شويه حمار كده من كتر ال استنى اقول لكم حاجه، استنوا تشوفوا، هقفل لكم الرينج لايت. بصوا حلو جدا، ماسك فظيع جدا، بينقي البشره، بس طبعا لو وشك فيه شويه حساسيه بتتحسسي هيحصل لك بقى شويه حمار كده في مناخيرك، بس مش مشكله ده هيروح كمان شويه. بس بصوا حلو جدا جدا الماسك ده، جربيه، الماسك ده جميل جدا، بس داومي عليه داومي عليه هتلاقي وشك حلو قوي، لو في بقع خالص هتروح. انا ساعات بيطلع لي بقع حبايه وتروح هتعمل بقع كده مكانها، الماسكات والحاجات دي بتخلي البشره على طول نقيه وتنضف. المهم بقى دلوقتي احنا عايزين نقفل المسام المفتوحه، مش هينفع نسيبها كده. التونر ده من اجمل انواع التونر اللي انا جربتها، ايفا، سعره رخيص، هو بسعره ب 70 جنيه او 80 جنيه تقريبا يعني، بس ممتاز جدا. هو ايفا كولاجين، بيرطب البشره جدا وبيديها كده نضاره وحيويه وجميل جميل جدا. طيب بنحط التونر ازاي؟ ما بنحطش بقطنا وبنمسحوش. اول حاجه قبل بس ما احط التونر احط زبدة الكاكاو، تمام، دي مهمة قوي عشان ترطب برضو. زبدة الكاكاو دي قلت لكم عليها قبل كده بتدي لون جميلة جدا وبترطب حلوة قوي. بصوا بقى التونر ده بقى، بس برجه كده، انا اي حاجة سائلة بحب ارجها كده، معرفش ليه، هو ممكن ما يكونش المفروض يترج، الحاجة لازم برجه، اي حاجة سائلة لازم برجها. بصوا بقى هحط كده شوية على ايدي اهو، بصوا مش عارفه افتح الرينج لايت بقى ولا اسيبه كده، كويس خليه كده، عايزه اوريكم عشان تبقوا شايفين كويس. خليه كده، حطيت اهو في ايدي، هدعك كده بقى. بصوا اهو، بصوا بقى احطه ازاي كده طبطبه، بس ما احطش تحت عيني، ريحته جميله. بصوا طبطبه كده، الطبطبة دي بتاعت التونر ده. طبعا هعمل كمان رقبتي لان انا كنت عاملة رقبتي في الماسك، لازم مادام هتعملي وشك اعملي رقبتك كمان، ما تسيبيش رقبتك، الاتنين مع بعض. التونر ده هيقفل المسام، هينعم بشرتك، هيديكي احساس جميل جدا وترطيب جميل قوي لبشرتك بعد الماسك. مهم قوي كل يوم التونر ده تستخدميه، لو مش عايزه كل يوم خلاص، بس يعني دخليه برضو، حاولي تدخليه في الروتين بتاعك عشان هو بيفيد البشره جدا جدا، خصوصا ايفا كولاجين ده بيرطب البشره وبيشدها وبيديها حيويه وبيديها نعومه حلوه جدا جدا، فانا انصحك بيه او اي تونر، بس انا برشح لك التونر اللي انا عن نفسي حبيته يعني. بس هو ده كان الفيديو بتاعنا اهو، بنقفل لكم تاني تشوفوا. بصوا التونر بقى بيشد وبيظبط بقى كل حاجه، خلاص وقفل المسام وكله تمام، وزبده الكاكاو طبعا عشان الترطيب، والحمار ده مش مشكله ده هيروح كمان شويه. بس هو ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير. مرسي ليكم، باي باي.